تركيا في دقيقة. أكد إسماعيل ديمير رئيس الصناعات الدفاعية التركية بدء طرح مناقصة لبناء السفن 6 و7 و8 في مشروع ميلجيم بنسبة تصنيع محلي أعلى من سابقاتها. وزير الخارجية التركي يعلن أن أول اجتماع بين تركيا وأرمينيا سيعقد في موسكو قريباً، مؤكداً أن العلاقات مع أرمينيا ستشهد تطوراً كبيراً غير مسبوق. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. وزارة النقل والبنية التحتية التركية تعلن فتح 1306 طرق في ولايات فان وهكاري وبتلس وموش، والتي أغلقت بسبب الظروف الجوية السيئة نتيجة جهود فرق مكافحة الثلوج. قال مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تركيا أول دولة في العالم تحارب الأخبار الكاذبة. تركيا في دقيقة.